مساء الخير واهلا بيكم في هذه التغطيه لفعاليات التصويت في اليوم الثاني والاخير للمرحله الثانيه من انتخابات مجلس النواب 2020. فاضل ساعات قليله وتغلق ابواب اللجان تغلق وتحديدا في الساعه 9 مساء ونبتدي في عمليه الفرز والحصر الرقمي للاصوات، ولكن من الملاحظ اقبال المراه بكثافه شديده جدا في هذه المره من الانتخابات. هنتعرف على سر هذا الإقبال من ضيفتنا أستاذة إيزيس محمود، مدير التدريب والتأهيل بالمركز القومي للمرأة. بنرحب بحضرتك يا أستاذة إيزيس معانا، بس خليني قبل ما أعرف الإقبال المرة دي شديد بالنسبة للسيدات والنساء جميع الأعمار شاركت النهاردة وامبارح وفي المرحلة الأولى كمان، لكن خلينا نرجع الاستحقاقات الدستورية، يعني دستور 2012 اللي كان معظم اللي وضعوه من جماعة الإخوان ما كانش فيه أي استحقاقات أو أي مواد للمرأة بتذكر غير أن المرأة أم. بعد كده تم في 2014 ادينا مساحة أكتر للمرأة بنسبة 15% تمثيل ليها. إحنا في 2019 وده الاختلاف بقت نسبة المرأة بالمشاركة 25%. فأهمية هذه الانتخابات وهتفرق إزاي في تكوين المجلس عن المجلس اللي فات؟ عايزة أزيد عليكي فكرة المقاعد المخصصة للمرأة. تعرفي انه من سنة 79 واحنا عندنا محاولات ومحاولات لان احنا نخصص مقاعد للمرأة، شوية تتحكم بعدم دستوريتها، شوية تكمل بس فصل نيابي واحد وحيد وما تكملش تاني وتعدل القانون ويرجع تاني مقاعد الفردية، وبعد ما النسبة توصل مثلا 3% 4% 10% ترجع تاني لواحد وثمانية من عشرة، وده كان آخر رقم وصلت للمرأة حتى في دستور 2012 اللي تفضلتي بذكره بالأول. الدستور 2012 لما كان بيتكلم على المرأة ما كانش بيتكلم على المرأة في المجال العام، هو كان بيتكلم على المرأة في البيت وتربية الأولاد والحفاظ على القيم، وكان دستوري يعني الدستور كان قائم على مجموعة من القيم الأسرية اللي هي بتبعد المرأة بعيدا جدا عن المجال العام، وبالتالي كان حتى في الوقت ده كان تمثيل المرأة 1.8% ما زادش عن كده. لما أقر الدستور أنه في تمثيل ملائم، وانا اتكلم هنا على دستور 2014 قبل التعديل، تمثيل ملائم لسبع فئات وحط منهم الفئه هي المراه، لكن ما حددش تمثيل ايجابي، تمييز ايجابي لهذه الفئات، لكن ما حددش النسبه قد ايه، وسابها للقانون، القانون حطها في المقاعد وخدت المراه نسبه اقل من 28% من المقاعد بالمقاعد القايمه. وبالتالي احنا وصلنا ل 15% واللي كنا شايفينه وقتها يعني اعجاز انه طلعنا من 1.8 ل 15.7 او 15.8 نسبة تمثيل المرأة، لكن احنا كمرأة 25% وصلنا النضال، وكان عندنا يعني ظهير كبير جدا جدا هو القرار الرئاسي والإرادة السياسية الإرادة السياسية أن يكون عندنا تمثيل محدد للمرأة. حضرتك شايفة أنه إحنا عندنا سبع فئات، كل الفئات بتتكلم على تمثيل ملائم أو أفضل في القوائم أو على الترشيحات، ولكن الدستور التعديل الدستوري في 2019 قال 25% وهي الفئة الوحيدة المحددة في الدستور برقم إن عندنا 25% من المرشحات. ده مردوده على الأرض إيه؟ مردوده كبير جدا، مردوده اللي احنا شايفينه النهارده في مجلس في انتخابات مجلس النواب ومن قبلها كمان انتخابات مجلس الشيوخ. عندنا عدد كبير من الستات بتنزل من زمان، يعني الستات طول عمرهم في مصر، وخليني اقول تحديدا يعني نزول المراه الانتخابات بهذه الكثافه والقدره والرغبه والحماس من بعد 2013 لما حست انها ارادتها نحو التغيير، إنه الدولة بتتقدم للأفضل، إنه الدولة هتساند حقوقها ووجودها في المجتمع المصري. احنا عندنا أكبر تمثيل في تاريخ المرأة في الوزارات وفي المحافظات ونواب المحافظات والمحافظين والوزراء، يعني ده حقيقة. عشان كده دايما بنقول إنه تصويت المرأة بعد كل هذه القرارات هو رد جميل للدولة المصرية وللرئيس السيسي لما أعطاه لها المرأة في كل المقاعد العامة والبرلمانية كمان. ده بيضع فرصة أكبر لحقوق المرأة
وتشريعات اكتر هتبقى طماعين شويه؟ لا، احنا ما توقفناش ابدا على ان احنا طول الوقت نقترح تشريعات خاصه بالمراه والمجتمع. يعني هي في النهايه احنا لو بنتكلم على تشريع خاص بالمراه، هو مش مقصود فيها ان احنا يعني نعلي من شان المراه على المرأة حساب هي قوام المجتمع، على حساب لا اسره ولا اب او غيره. احنا عايزين هي كل اللي احنا بنطلبه هي حقوق اساسا للمراه، يعني موجوده للمراه لكن هي غير ممكنه منها. هتمكن منها ازاي؟ بالتشريعات. خلينا نتكلم على ايه اللي هيحصل في البرلمان القادم. ابرز التشريعات اللي هيتم طرحها بقى، يعني بما ان نسبه التمثيل زادت بقت 25%، فلازم القضايا والتشريعات اللي هيتم مناقشتها في المجلس يكون يعني خاصه بالمراه جزء كبير منها. خلينا اتفق معاكي على حاجه مهمه جدا، انه شكل البرلمان القادم في وجود ال 25%، وانا هتكلم على حاجه مختلفه، انه 25% مش هيبقى 25. احنا عندنا النهارده في 6 باقيين للاعاده في المرحله الاولى، وعندنا نائبه نشوى الديب في امبابه في هذه الدايره السخنه نجحت وفازت، فاحنا كمان متوقعين عدد اكبر من كده في المرحله الثانيه، وبالتالي مرشح جدا، بالاضافه الى كمان التعيينات. احنا عندنا 5% من الاعضاء تعيينات بيعينهم رئيس الجمهوريه، فاحنا متوقعين ان النسبه ان شاء الله توصل ل 30%. ده شكل البرلمان القادم، لكن وجود المراه بهذا الحجم بالمناسبه هو يعني تمثيل ملائم، ولكن احنا نطمح لما هو اعلى من كده، انه يبقى عندنا مناصفه في المقاعد في مجلس النواب. وانا مش كده بزايد الحقيقه قد ما انه فعلا حق المراه انها توصل للمناصفه في كل المقاعد العامه والنيابيه. خلينا نتكلم على ابرز القوانين والتشريعات اللي كمجلس قومي للمراه كمان هيبقى مهتم بان احنا نناقشها قبل ما نطمع ل 50. يعني خلينا يعني هنشوف هنجيب ايه بعد ال 25. لا، هو الطموح للخميس ال 50 هيفضل قائم ان شاء الله، لكن خليني اقول لك انه يعني تواصلا مع فكره انه شكل البرلمان كمان هيبقى مختلف، القضايا اللي هتطرح عليها تكون مختلفه. وجود المراه في كل المجالس النيابيه، ارجعي لكل مضابط الجلسات هتلاقي انه في اعلاء للقيمة القضايا الاجتماعية، المجتمع احتياجه لايه، هتلاقي المرأة اكتر حد بيلمس هذه القضايا، وبالتالي هتلاقي عندنا اجندة اجتماعية مرتفعة في من حيث المناقشات. فيما يخص المرأة، احنا كمجلس قومي المرأة عندنا يعني امل انه في الاجندة التشريعية في الفصل التشريعي القادم يكون عندنا اولوية لقضيتين مهمتين. القضية الاولانية هي قانون اسرة متوازن في العلاقة ما بين الافراد الاسرة او الطرفين الاب والام، ومع المصلحة العليا للطفل او الفضلة للطفل. والجزء الثاني هو ان يكون عندنا قانون لحماية المرأة من العنف. دي حاجتين مهمين جدا احنا بنشتغل عليهم بقالنا فترة، عندنا مقترحات يعني اوريدي كنا قدمناها للبرلمان السابق وناقشناها مع النائبات، ومتواصلين ان شاء الله مع النائبات القادمات سواء شيوخ او نواب، على ازاي احنا مقترحاتنا ممكن تقدم وبشكل مختلف في البرلمان الحالي. ده شكل مختلف للمرأة في البرلمان الجاي، لكن خلينا نعلق على المشاهد اللي احنا شايفينها، ويعني تمثيل فعلا المرأة حتى لو مرأة كبيرة في السن مثلا، شايفين قوات الداخلية بتساعدها ان هي توصل على كرسي متحرك بعجل سهول. فالمرأة كمان مهم، كل الفئات، حتى الفئات كبار السن، الشباب، جميع أطياف المرأة نزلت وشاركت. انتوا كمان كنتوا عاملين غرفة رصد ومتابعة للانتخابات، ورصدتوا وسهلتوا حاجات يعني زي المشاهد دي مثلا. انا كنت عارفة ان في بعض اللجان كان نقص في الكراسي، وتم التواصل والاستجابة السريعة. فأهمية الغرفة دي والمشاكل اللي رصدتوها وبالفعل تم الاستجابة ليها. هي الغرفة دي بتبقى تابعة لمكتب شكاوي المرأة، هي بتشتغل طول السنة على القضايا أو الشكاوى اللي بتقدم من السيدات، لكن بتتخصص في معظم النهار في الموضوعات الخاصة بمجلس النواب. احنا بنتكلم على
سيدات بتنزل بهذه الكثافة، مش في كل الوقت بتبقى يعني حسب اللي جالنا من الملاحظات، وخليني أقول أبدا ما كانتش شكاوي، لأنه العملية الانتخابية مشت بسلاسة شديدة جدا جدا من بداية اليوم الأول أمس صباحا لغاية النهاردة. الملاحظات كانت طفيفة جدا فيما يتعلق ب اللجنة بعيدة، أنا مش عارفة أوصل للجنة، مش عارفة الرقم، مش عارفة رقمي. كان عندنا شكوى خاصة بأنه اللجنة مش عارفة توصل إلكترونيا وبيتم المراجعة يدويا فبتاخد وقت شوية. كان في كثافة من الناس قدام اللجان. شكوى واحدة بس اللي جات لنا أمس مساء يعني، أنه كان في بعض المناوشات ما بين بعض المرشحين على أسبقية الدخول للتصويت داخل اللجنة. والحقيقة لما الشكوى دي جات لنا تواصلنا بسرعة مع غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، وقبل ما يوصلوا هناك كان الأهالي نفسهم كانوا اوريدي خلصوا الشكوى وحلوا الموضوع بينهم وبين بعض بدون أي تدخل من أي جهة. احنا هنطلع فاصل لكن التغطية مستمرة معاكم، ونرجع نتكلم على أبرز المشاهد على مدار اليومين في انتخابات مجلس النواب 2020. برحب بحضراتكم مرة تانية في تغطية انتخابات مجلس النواب لليوم التاني في المرحلة التانية واليوم التاني والأخير. وزي ما كنا بنتكلم مع ضيفتنا أستاذة إزيس محمود مدير التدريب والتأهيل بمركز القومي للمرأة عن مشاركة المرأة في الانتخابات، والفرق ان نسبة التمثيل في الانتخابات دي هيبقى 25%. يعني المرأة نزلت بكثافة في مناطق كتير جدا ممكن يكون لم نعتاد على نزول المرأة في مثل هذه المناطق، يعني مثلا شمال سيناء ومنطقة دير العبد كان فيها أعلى نسبة نزول ومشاركة النهاردة بالذات، ومناطق زي حي الأسمرات والمحروسة المناطق اللي تم رفع كفاءتها وتحويلها من مناطق عشوائية لمناطق آمنة. فدلالات نزول المرأة في هذه المناطق في الانتخابات، يعني خليني أكلمك على بير العبد تحديدا، يعني هذه المنطقة الساخنة اللي بتشهد عمليات إرهابية متكررة وتواجد أمني شديد. إحنا دايما بنتكلم على بعض مناطق اللي فيها الحرجة زي شمال سيناء وزي بير العبد، وبعض المناطق اللي هي ربما تكون بعيدة شوية زي شلاتين و حلايب وشلاتين والمناطق الحدودية أو اللجان اللي موجودة في المناطق الحدودية. احنا دايما بنحط عيننا على هذه المناطق لأن احنا مهتمين نشوف قد ايه مرأة ممكن تنزل، والحقيقة ان هي دايما بننبهر بنزول السيدات. النهاردة كان في مشهد بديع بالعدد الكبير جدا من السيدات اللي نزلوا سواء في بير العبد أو في قرية الروضة أو في كل منطقة بير العبد وشمال سيناء. من أمس كان في أعداد كبيرة جدا جدا تناقلتها وسائل الإعلام كلها. والحقيقة أنه خليني أقول لك أنه في بعض الأحيان لما بتتابعي وبتحللي الموقف ما بيبقاش قدامك غير أنك تقولي أنه هؤلاء السيدات اللي نازلين عمدا يصوتوا علشان يقولوا للخارج قبل الداخل ان احنا من هذه المنطقة واحنا واقفين ورا دولتنا وان احنا متمسكين ببلدنا وبنرفض الارهاب ومش خايفين من الارهاب. دي رسالة كبيرة جدا جدا مهمة جدا جدا بتدعم الدولة المصرية في الداخل والخارج. تحية كبيرة جدا لكل السيدات في مناطق العريش وبير العبد والشيخ زويد وشلاتين وحلايب ومطروح وكل المناطق وأسوان، كل المحافظات اللي احنا يعني شايفين انه عماد مصر ان امنها الحدودي جاي من هنا ومن وقفتهم جنب الدولة. خلينا نشوف كمان تمثيل المرأة في مناطق في وسط القاهرة زي الزمالك مع زميلنا إيهاب العدوي من داخل لجنة كلية التربية الرياضية بالزمالك، ونرجع نكمل بقى حي الأسمرات والمحروسة. بس الأول نروح لزميلنا إيهاب. يعني يا إيهاب دلوقتي احنا خلاص قربنا أو أوشكنا على انتهاء اليوم الانتخابي، فانقل لنا الصورة على مدار اليوم وانت موجود في الزمالك، وخاصة إقبال المرأة والمشاركة بين المرأة والشباب وفئات المجتمع المختلفة، ولو هيتم تمديد ساعات
الانتخاب لبعد الساعة 9 نظرا للإقبال النهاردة. تفضل. اهلا بك زميلتي دين، واهلا بالساده المشاهدين مشاهدي قناه المحور في كل مكان، واهلا بضيوفك في الاستوديو. بالفعل ساعات قليله تفصلنا عن عمليه الاستحقاق الدستوري لبرلمان 2020. تجرى هنا، تتم العمليه الانتخابيه بشكل طبيعي. لم نلحظ او نرصد اي خروقات من شانها ان تعطل سير العمليه الانتخابيه. أن مشاركة السيدات، فبالفعل السيدات هنا تسيطر على المشهد الانتخابي في، وليست في هذا الاستحقاق فقط، وإنما في جميع الاستحقاقات السابقة. السيدة المصرية سطرت تواجدها بحروف من نور. أما من تصدر المشهد الانتخابي اليوم وأمس هم الشباب. الشباب بالفعل كان لهم تواجد ملحوظ، تواجد كثيف من صباح اليوم حتى من قبل بدء فتح اللجان، فتواجد وتوافد الشباب على اللجان للإدلاء بأصواتهم. وهذا لسببين، لأن الشباب أصبح لديهم وعي ووعي فعال، وأيضا السبب الآخر وهو أن القيادة السياسية تولي الشباب اهتماما كبيرا. ففي الحقيقة كمان مشاركة كبار السن في هذا الاستحقاق كان ملحوظ جدا، فكبار السن كانوا موجودين بشكل كثيف أو شكل كبير ومشرف. ففي الحقيقة هي عملية انتخابية تليق بحجم الدولة المصرية. أما عن إذا كانت ستستمر الانتخابات أو عملية التصويت بعد الساعة 9، فمن المقرر حتى الآن إغلاق اللجان في الساعة 9 في موعدها، إلا إذا كان في مراكز الاقتراع بعض الناخبين، فهنا يتم الانتهاء من تصويتهم، وبعد ذلك تتم غلق اللجان بشكل كامل في الساعة 9 مساء. أيضا أحدثك عن التأمين، فهنا رجال الداخلية تؤمن العملية الانتخابية بشكل يليق فعلا بالداخلية المصرية وبشكل الدولة المصرية. فيقوم رجال الداخلية هنا بمساعدة الناخبين على الإدلاء بأصواتهم وتيسير العملية الانتخابية. أود أيضا أن أوجه الشكر للشرطة النسائية التي كان لها دور كبير هنا في العملية الانتخابية، حيث يتواجدون أو تتواجد الشرطة النسائية هنا بشكل مشرف يليق فعلا الداخلية المصرية. أيضا عن العملية الإجراءات الاحترازية والصحة، فوزارة الصحة دفعت بسيارة إسعاف أمام اللجان، أو سيارات إسعاف متواجدة أمام اللجان بشكل دائم يعني أمام اللجان. أيضا عن الإجراءات الاحترازية، فيحظر أو يمنع دخول الناخب مركز الاقتراع إلا في حالة ارتداء الكمامة. يجب على الناخب ارتداء الكمامة الطبية قبل دخول مركز الاقتراع. أيضا بيتم تعقيم اللجان بشكل مستمر حتى بعد ساعات الراحة وقبل بدء العملية الانتخابية، يتم تعقيم اللجان بشكل مستمر. ففي الحقيقة تمر العملية الانتخابية بشكل مشرف وشكل رائع يليق فعلا بحجم الدولة المصرية. لم نلحظ أو نلاحظ أي خروقات حتى الآن، فتتم العملية بشكل طبيعي. زميلتي ناردين. إيهاب العدوي على نقل صورة كاملة للانتخابات ومشاركة الفئات والتأمين والإجراءات الاحترازية. شكرا زميلنا إيهاب العدوي من لجنة كلية التربية الرياضية بالزمالك. يعني أستاذ إزيس، هو وصف المرأة بالسيطرة تسيطر على المشهد الانتخابي، وأيضا اتكلم على الشباب وكبار السن والتأمين من قبل عناصر نسائية. فختاما كده، التنسيق ما بين المجلس القومي للمرأة والنواب اللي هيتم انتخابهم في المجلس القادم. احنا زي المجلس النيابي السابق كان عندنا مكتب سياسي. المكتب السياسي ده بيعني بكل الامور الخاصة بنائبات مصر، بنعتبرهم اعضاء شركاء للمجلس القومي للمرأة في رفع المقترحات او المطالبات اللي بيقابل بيها اللي بيقدمها المجلس القومي للمرأة لمجلس النواب. بنشتغل على آليتين، هما موجودين اعضاء يعني شركاء في المجلس القومي للمرأة كأن هما مجموعة مساندة للمجلس. ولكن خليني اكلمك على ليه احنا او احنا بنعمل ده ازاي. احنا بنعمله على اكتر من شق. الشق الاولاني هو انه بيبقى عندنا رفع مهارات النائبات
في القضايا الخاصة بالأداء البرلماني نفسه كالتشريعي والرقابي، والجزء الثاني ان احنا بنتكلم معاهم على ايه الأجندة اللي احنا طالبينها كمجلس وازاي نمررها في البرلمان من خلالهم ويتبنوها علشان تبقى على أولوية المناقشات في ان هذا شاء الله. ال 25% من المرأة يمرروا 30 يا رب يوصلوا ل 50 كمان في المية يمرروا القوانين الخاصة على أجندة المجلس القومي للمرأة اللي هي هتدعم المجتمع ككل مش بس المرأة. بشكر حضرتك أستاذة إيزيس محمود مدير التدريب بالمجلس القومي للتدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة. وخلصت الفقرة الأولى من التغطية، لكن مستمرين معاكم بالجزء الثاني. معانا ضيف هيتكلم عن التمثيل الشبابي في الانتخابات دي، لأنه برضو يعني ده من ضمن المشاهد القوية جدا. الشباب نزلوا وقفوا في الطوابير بكل أعمارهم بكل فئاتهم، وأيضا الشباب من المرشحين. فيكون معانا ضيف من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أستاذ عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ، هيكلمنا أكتر عن دور التنسيقية في إثراء الحركة السياسية من الشباب. انتظرونا بعد الفاصل. اهلا بكم مره تانية ومستمرين معاكم في تغطيه المحور الخاص بانتخابات البرلمان 2020. الشباب هم امل مصر ومستقبلها، هم اللي هيبنوا الحاضر والمستقبل، وهم الطاقه اللي المجتمع بيقدر يبني بيها نفسه. النهارده احنا منورنا دكتور عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. برحب بحضرتك يا دكتور. أيوة. وايه الحاله اللي عاملاها التنسيقيه دي؟ يعني في حاله كده تحس ان الشباب كلها بقى عندها امل في بكره وعينها على المقعد في مجلس النواب او حتى في مجلس الشيوخ، ان هي عارفين ان هم بقى ليهم مكان، ليهم حق ان هم يحلموا ان بعد 5 سنين لو ما كانش النهارده انا هبقى في المكان ده. تمام. يعني انا فخور طبعا ومبسوط جدا ان حضرتك بتقولي ان تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين عامله حاله على المستوى السياسي في جمهورية مصر العربية. فخور جدا ان ده الكيان اللي انا بنتمي اليه وكنت احد مؤسسينه في البداية. تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عملت في الدولة المصرية وفي الساحة السياسية ما يسمى السياسة بالمفهوم الجديد. شباب من ابناء الدولة المصرية مثلوا احزابهم داخل تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين. عندنا منصة حوارية كاملة، عندنا 26 حزب. الأجمل من كده مش 26 حزب، الأجمل من كده إن احنا كلنا أفكارنا مختلفة، ولكن احنا التارجت بتاعنا وهدفنا هو الدولة المصرية. عندنا اليسار وعندنا الليبراليين وعندنا اليمينيين، عندنا كل الأطياف، عندنا كل الأيديولوجيات السياسية. بنقعد يعني لك أن تتخيلي إن احنا لما بنقعد نعمل مشروع ورقة لسياسات معينة أو بنعمل ورقة لمبادرة معينة، 26 مخ بيفكر، 26 شخص بأيديولوجية مختلفة، 26 شخص ده غير المستقلين طبعا قاعدين. شوفي بقى كم هذا العدد، وفي الآخر بنطلع بورقة كلنا بنبقى متوافقين عليها لمصلحة الدولة المصرية. الاختلاف في الكواليس ده هو اللي خلق الحالة من التناغم اللي اتصدرت لينا كشعب قاعد بيتفرج. حتى الحملات اللي انتوا عملتوها كانت دايما بتحس الشباب على المشاركة ومفهوم مجلس النواب ودور مجلس النواب وايه أهمية انك تبقى متواجد او موجود سواء داخل المجلس او تدلي بصوتك خارج المجلس. تمام. حالة التوعية السياسية احنا طبعا يعني في حالة شديدة جدا من السعادة ان احنا عملنا هذه الحالة وسمعت في الشارع المصري، وكل حد عايز يرجع سواء لاختصاصات مجلس الشيوخ او اختصاصات مجلس النواب يقولك احنا التنسيقية اصبحت الان مرجعية لينا. فالنهاردة بدأت منين؟ انت حضرتك عارفة ان القنوات المعادية والقنوات الارهابية اول ما تم الاعلان ان هيكون في انتخابات لمجلس الشيوخ بعد الاستحقاق الدستوري في 2019، بدأت المنصات الإرهابية بتهاجم وبدأت هي بتستخدم حالة عدم اللاوعي، عدم الوعي عند مجموعة كبيرة من الشارع المصري اللي هو غير مهتم بالعمل السياسي والشأن المجتمعي وما يدور في كواليس الحياة السياسية. فأطلقوا القنوات الإرهابية قالت إن مجلس الشيوخ المصري ده ضد الدولة المصرية. يعني أنا تقريبا اتفاجئت من هذا المصطلح لأنه مصطلح مرعب إن حد يطلع يقول إن
مجلس الشيوخ ضد الدولة المصرية وضد إرادة المصريين. فمن هنا بدأنا قلنا لا، احنا لازم يكون عندنا حالة من الوعي، تبقى عن طريق الميديا، تبقى عن طريق صفحات فيسبوك، عن طريق تويتر، تقول للشعب المصري كل مجلس من المجالس النيابية القادم أو أي استحقاق من الاستحقاقات الدستورية اللي مصر هتكون داخل عليها، لازم نقول للشعب المصري ده عبارة عن إيه وده أهميته إيه وهيفيد الدولة المصرية في إيه. فحصل نوع من أنواع زي ما حضرتك بتقولي حالة من حالات التناغم، إن إحنا بقينا بيقولوا لا ده الناس دي بتقول كلام صح، الناس دي بتقول كلام مظبوط، وبدأوا هم نفسهم اللي يهاجموا القنوات الإرهابية والمنصات اللي بتعادي الدولة المصرية. يعني هو تمكين الشباب ابتدى منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وحرصه إنه حتى في البداية كان بيبقى فيه مؤتمرات شباب شهرية تجمع كل الشباب إن هم يقابلوا صناع القرار والوزراء ويتم مناقشتهم، ده اداهم ثقة وعزز وجودهم في الدولة المصرية. وبعد كده خطوات جادة في تمكين الشباب وتعيينهم سواء نواب محافظين، معاونين في الوزارات، حتى لو بعد كده اتفتح لهم المجال ان هم ينضموا لكيانات مختلفة ومن خلالها يمثلوا دورهم واستحقاقهم ان هم سواء يترشحوا او حتى يكونوا داعمين وينزلوا وينتخبوا ويدلوا باصواتهم. يعني الحاله دي انعكاس لاراده سياسيه. ده صحيح. الرئيس في 2015 في مؤتمر الشباب اللي كان موجود في فندق الماسا كان عنده رسالتين في منتهى الوضوح، رسائل قطعية. أولا أن الدولة المصرية لن تنهض، لن تتقدم إلا بسواعد الشباب. الرسالة الثانية وكانت مهمة جدا، أن الحياة السياسية لن تكون إلا عبر الأحزاب. فالرئيس قال لازم يكون في مصر تنمية للحياة السياسية. إحنا كشباب أحزاب سياسية خدنا الرسالة بشكل واضح جدا، وبدأنا نجتمع عن طريق أحزابنا ونبدأ نقعد مع بعض لأن احنا نشوف ازاي ننمي الحياة السياسية. أحزابنا بتشتغل وكل حاجة، بس احنا عايزين يكون في مفهوم جديد، في شباب هي اللي تكون متصدرة الحالة السياسية الموجودة في المجتمع. ومن هنا بدأ تدشين تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين، أصبحت النهاردة بتضم 26 حزب غير المستقلين اللي هم أصلا سياسيين ولكن لا ينتموا إلى أحزاب سياسية، ولكن لديهم أجندات تقنقراط بتقدر تفيد الدولة المصرية. يعني الميكس ده موجود من الأحزاب السياسية بأيديولوجياتهم المختلفة والمستقلين اللي موجودين معنا، قدرنا نعمل حالة كبيرة جدا من المشاركة السياسية داخل المجتمع المصري، وأصبحت تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين حالة كل الشعب المصري بيتكلم عنها. خلينا نتكلم على الحالة اللي هيضيفها الشباب وهيغيرها في البرلمان القادم. أكيد نسبة التمثيل الشبابي بالنسبة دي وبالكفاءة اللي الشباب بقوا عليها من وعي ودراية بكل الأجواء وكيفية إدارة الدولة وإيه التحديات، أكيد هيكون ليهم بصمة وهيغيروا شكل البرلمان القادم. شو إحنا تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين، نحن شباب لا نعرف المستحيل، ده بجد يعني دي رسالة ليست لها غرور، ولكن أنا مش عايز أقول لحضرتك لو أنت معانا في الكواليس إحنا بنشتغل وبنتعب قد إيه عشان نكون حريصين كل الحرص على بناء مؤسسات الدولة سواء على المستوى التنفيذي أو على المستوى التشريعي. النهاردة لو اتكلمنا عن تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين في ظل وجودي النهاردة من هذه المنصة وإحنا بنغطي انتخابات مجلس النواب، لا كان في حالة قبلها اسمها مجلس الشيوخ، وكان في حالة قبلها اللي هو تعيين 6 من أبناء تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين كنواب للمحافظين. 6 شباب اللي لم يتعدوا سن 40 سنة، الحالة المجتمعية راضية عنهم وعن أدائهم بشكل فوق الممتاز، عملوا تأثير في المحافظات اللي هم بيشتغلوا فيها على الرغم ان هم بيشتغلوا في محافظات صعبة. في شباب تم تعيينها برضو أكتر من 6، يعني عدد الشباب اللي تم تعيينه غالبا قد يصل الى 20. ده حقيقي، يعني انت حضرتك بتتكلمي على الشباب في المطلق، ولكن انا بتكلم على تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين وضعهم ايه من ضمن هؤلاء الشباب. طبعا هم كلهم مجتهدين وكلهم ممتازين، ولكن انا بنحاز للكيان اللي انا بعتبر نفسي يعني مؤسس من اول المؤسسين. حضرتك تنحاز للكيان، لكن برضه انا لازم انحاز للشباب علشان الشباب برضه يبقوا عارفين انه سواء انت شاب جوه تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين او خارج هذا الكيان، لكن انت برضو ليك مكان في الدولة وبيتم تعيينك والدولة شايفاك وبيتم
الاستعانة بيك مش قاصرة على تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين. قضية تمكين الشباب ده إرادة سياسية لدى القيادة السياسية، ده في المطلق. لكن أنا النهاردة لما بتكلم عن طب ما النهاردة في شباب بتخوض الانتخابات سواء على القائمة أو على المقاعد الفردية ليسوا من أبناء التنسيقية، ولكن أنا طبعا بتمنى لهم كل التوفيق وبتمنى لهم كل النجاح، ولكن أنا بتكلم على حالة التنسيقية. إيه هو هي حالة أصبحت في المجتمع المصري؟ طب هل هذه الحالة أصبحت إيجابية أم حالة سلبية؟ هل وجودهم في المؤسسات التنفيذية أو في المؤسسات التشريعية، البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، هيكونوا قوة ضربة أو مش قوة ضربة؟ هو ده المعيار، لأن إحنا بنتسأل مين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؟ يعني أنا بعدي وبشوف وبنزل وبلف وبسافر، إيه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؟ خلينا نشوف حد برضه بينزل ويلف على اللجان لكن من منظور آخر. معانا على الهاتف دكتور أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام، وهو المتحدث باسم البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات. مساء الخير يا دكتور أيمن. دكتور أيمن مش معانا دلوقتي على التليفون، هنرجع نعاود الاتصال بيه مرة تانية، لكن خلينا نستكمل حوارنا عن الدور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. هي بتفتح الباب والمجال وتفتح طموح الشباب ان هو يحلم، انت قادر انك تحقق حلمك. صحيح. التمثيل اللي احنا شايفينه برضو انتوا عاملين مش تمثيل بس ومش دعم للمرشحين والحركة اللي عاملينها، لكن أيضا انتوا عاملين غرفة لمتابعة سير العملية الانتخابية. فإيه الغرفة دي، إيه أهميتها، وإيه تم المشاهد اللي تم رصدها، أبرز المشاهد تم رصدها من خلال هذه الغرفة؟ تمام. إحنا خلينا النهاردة نتكلم على إحنا في استحقاقات دستورية، مجلس الشيوخ ومجلس النواب. مجلس الشيوخ الغرفة هذه تم تدشينها مع بداية انتخابات مجلس الشيوخ، ودي كانت بتعتبر مرجعية لكثير من المنصات بيرجع معنا ده. انتوا بتشتغلوا على اعلى مستوى، عندنا متابعين في كل، يعني احنا النهاردة لما نيجي نتكلم في المرحلة الثانية لانتخابات البرلمانية عندنا 13 محافظة، احنا عندنا اكتر من 300 أو 400 متابع على كافة هذه المحافظات بيرصد وبينقل بشفافية سير وانتظام العملية الانتخابية. الغرفة العمليات بدأت في مجلس النواب، بدأت عملها امبارح منذ فتح باب اللجان وقبل فتح باب اللجان كمان، من خلال الاتصال مع المتابعين في المحافظات بنشوف اللجان تم فتحها في المواعيد الرسمية أم لا، في تعاون، هل في خروقات انتخابية، هل في انتظام نسبة المشاركة، واحنا بندقق كمان لان احنا بيهمنا معايير معينه في مشاركه الشباب ومشاركه المراه، لان احنا بنخاطب كل اطياف المجتمع المصري، ولكن احنا في فئات معينه بعينها يهمنا جدا من هل تاثروا بالحاله اللي عملتها تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين في الدعوه للنزول للانتخابات او لا. فده الشكل العام. بيبقى عندنا خلال اليوم مؤتمرين او ثلاثه صحفيين حسب الحاجه، بنقول والله احنا قبل قفل باب اللجان في ساعة الراحة اللي هي من 3 لـ 4 الوضع كان في الانتخابات شكله عامل ازاي، والله في تصويت قد كده، في مشاركة قد كده. بنيجي بعد كده في اخر اليوم بيبقى عندنا مؤتمر ختامي بنقول ان اليوم حصل فيه كذا وكذا وكذا وكذا، ومتابعينا قالوا كذا وكذا وكذا وكذا، يعني الرصد بمنتهى الدقة. ده مجهود طبعا يقدر جدا، لكن حضرتك ذكرت الشباب نواب المحافظين اللي تم تعيينهم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. انا لازم انحاز لهم طبعا، واحنا عشان برضو يعني معانا مهندس هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، عضو استاذ ياسر الشيخ هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. يعني استاذ هيثم، احنا كنا بنتكلم على تمكين الشباب والتجربة دي، وايضا كنت عايزه اسالك ان دي اول انتخابات مجلس نواب، اول انتخابات برلمانيه بتجرى بعد وجود وتعيين نواب محافظين من الشباب. طبعا الاول تحياتي لسيادتك ولضيفك صديقي العزيز سياده النائب، وبنقل لكم تحيات اهلنا في الدقهليه. طبعا زي ما حضرتك قلتي حركه نواب المحافظين والحراك اللي بتشهده مصر بشكل عام في تمكين الشباب سواء كان في المنحى التنفيذي او المنحى التشريعي والنيابي هو احد اهم مظاهر تحضر دوله مصريه حديثه، دوله امنت بضروره تمكين الشباب بشكل فعلي مش استخدامه كشيء من او كنوع من انواع الديكور السياسي زي ما كان بيحصل. النهارده انا بكلم حضرتك وانا كنت في جوله انا وسياده المحافظ على عدد من اللجان في محافظه الدقهليه، لاحظنا بشكل
كبير، توافد اعداد كبيره من الشباب في اليوم الاول امس والنهارده كمان. امبارح كانت الامطار بطاقته الاستدلاليه على مدى 3 ساعات، الا ان ده لم يمنع الشباب والسيدات والمواطنين من كل فئات ان هم يتواجدوا على 1426 لجنه فرعيه موجوده في التقرير. اعتقد ان لحد دلوقتي الاحصائيات اللي بتجيلنا في غرفه العمليات محافظه التقرير بتاكد ان احنا هنشهد نسبه مشاركه تاريخيه في هذا التحقق. الارقام بتيجي مبشره جدا. احنا عندنا في التقرير حضرتك عارفه ان هي محافظه كبيره فيها 24 مركز انتخابي، في 4,352,000 مواطن لهم حق الترشح. المنافسة عندنا كبيرة لأن احنا عندنا 351 مقعد فردي واثنين قايمة. طبعا المقعد 351 مرشح دول بيتنافسوا على 21 مقعد، فهذا العدد الكبير من المرشحين على مستوى اللجان أو الدوائر الانتخابية المختلفة عامل حالة من الزخم والحشد بتترجم في زيادة أعداد المواطنين اللي بيشاركوا في عملية التصويت وبيدلوا بأصواتهم. طبعا زي ما حضرتك قلت، هي ملحوظ عندنا في المحافظه ان في مشاركه كبيره من الشباب، مش بس بيقوموا بدورهم في الاجلاء بصوتهم، لا احنا كان عندنا مبادره مركزه عدد كبير من الشباب اللي بادروا بترشيح انفسهم. يعني كان بعدين متوسط اعمار الشباب اللي تقدم للترشح في مجلس النواب في الدائريه كبير جدا على مستوى الدوائر الانتخابيه المختلفه، وانا اعتقد ان هو معظمهم يعني قبل بلاء حسن في المعركه الانتخابيه. واحنا نتمنى يكون في تمثيل مشرف وعدد كافي من الشباب زي النائب المحترم الموجود مع سعادتك، يكون نفس النهج ده موجود. شكرا يا هيثم بيه. تسلم لصديقي العزيز. يعني مرسي، شكرا استاذ هيثم الشيخ نائب محافظ الاهليه وعضو تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين. وزي ما قال الشباب رغم ظروف الطقس اللي كانت امبارح وخاصه في محافظه الاهليه، هو قال انه الامطار امتدت لثلاث ساعات، ومع ذلك الشباب كان مصر وجميع اطياف الشعب كانت مصره تنزل تنتخب. فحضرتك تقول ايه للناس اللي لسه ما نزلتش؟ يعني باقي تقريبا ساعتين واللجان تقفل. تمام، فتوجه لهم رساله ايه وخاصه دايماً الشباب؟ دايما بقول النهارده الشباب امبارح والنهارده وحتى في المرحله الاولى يعني عايز اقول لحضرتك ضربوا مثال للمشاركه والوعي وبناء الدوله والحفاظ على الدوله المصريه واقتناص الدوله المصريه من براثن الارهاب. احنا خلاص على اعتاب غلق صناديق الاقتراع في اليوم الثاني من الانتخابات البرلمانيه، استحقاق دستوري هام جدا. اقدر اقول اللي ما يشاركش قدامه فرصه ان هو ينزل يتوجه بسرعه الى لجان الانتخابيه ليدلي بصوته، لان احنا كان عندنا رساله واضحه من القياده السياسيه ان العزوف لن يؤدي الى برلمان قوي، ولكن المشاركة هتؤدي إلى برلمان قوي يكون تحت قبة البرلمان نائب يمثل الشعب ويمثل طموحات الشعب. يعني خليني أختم بالرسالة اللي حضرتك قلتها، العزوف لن يؤدي، لكن أيضا الشباب قدم رسالة طبعاً لكل الناس اللي كانت بتراهن على عزوف الشباب. الشباب نزل وشارك طبعاً، وما كانش فيه عزوف، بالعكس كان فيه طوابير من الشباب سواء فتيات او شباب او يعني كل الناس نزلت وشاركت. شفنا كبار سن نزلوا وشاركوا حقيقي. فالشباب فعلا هم امل بكره طبعا. فبشكر حضرتك دكتور عمرو عزت عضو مجلس شيوخ عن تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين. شكرا جزيلا. وبشكر حضراتكم لحسن المتابعه، وهنا انتهت تغطيتنا لمجلس النواب 2020. شكرا.